لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. وبدأت الراحة. نعم، بعد كل هذه الحلقات واللقاءات التي استعرضنا فيها تلك المشقات والصعوبات التي تواجه المؤمن في الدنيا ويواجهها بالمجاهدة والمرابطة، هنا نأتي في هذا اللقاء لنقول وبدأت الراحة، ولكن ليست في الدنيا كما يظن البعض، إنما الراحة في الآخرة، ومنذ أول محطة ينزلها المؤمن فيها، ألا وهي محطة الموت، وحين يدخل القبر هنا تبدأ الراحة. نعم، وكذلك أقول ذلك وأؤكده أخي كي توطن نفسك ألا راحة في الدنيا، بل هي دار جهاد ومجاهدة ومرابطة حتى تلقى الله عز وجل، حتى تلقى الموت ويلقاك، حينها تجد الراحة. اسمع هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والحديث رواه البخاري. وعند النسائي قال صلى الله عليه وسلم فيه: المؤمن يموت فيستريح. تأمل في الألفاظ: المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها. المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها. وعند أحمد: العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها. تأمل في الألفاظ النبوية تجد النصب، الوصب، الأذى، الهم. هذا هو وصف الدنيا، هذا هو وصف الدنيا، دار النصب والوصب والأذى والهم. إذا فهمت ذلك عرفت كيف تقضي وكيف تقطع أيامك في هذه الحياة. فالمؤمن وهو يقوم بطاعة الله ويجتهد في طاعة الله ويجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكنه في نصب ووصب وأذى وهم، هذه هي طبيعة الطريق. أما الراحة فإنما تكون بعد الموت. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت. مش ده في ناس كثير بتقوله لما واحد يموت يقول لك فلان مات وإيه؟ واستريح. هل هذا الكلام صحيح؟ قيل: يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وهنا يبين لنا من الذي يستريح بالموت، يبين لنا في قاعدة هي من أمور الغيب لا نعلمها، ولكن ربما تكون لدينا دلائل يستأنس بها تدل على حسن خاتمة بعض الناس كما أتى في السنة. قال: إنما يستريح من غفر له، كما رواه أحمد، إنما يستريح من غفر له. إذن الراحة إنما تكون بالعمل بطاعة الله والاستقامة على ذلك حتى يأتيك الموت، تحصل المغفرة، تحصل الراحة. وإذا نزل ملك الموت للعبد لقبض روحه، وأتت ملائكة الرحمة كذلك، رآهم بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، بل وينزلون له بكفن من الجنة. تأمل في الراحات المتتاليات
كفن من الجن، أولا وجوههم كالشمس بياضا، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط أي طيب من حنوط الجنة. فالعبد جسد وروح، الجسد يتولاه أهله تغسيل وتكفين ودفن، أما الروح فتتولاها الملائكة تكفنها في كفن من أكفان الجنة. يسوى كام ده؟ يسوى كام إن الإنسان يصبر مقدار حياته الأيام اللي هيعيشها في الدنيا عشان يكرم مثل هذا التكريم؟ وفي المقابل انظر لحال الكفرة، يأتيهم ملائكة العذاب، تأتيهم ملائكة العذاب بكفن من النار والعياذ بالله تعالى. يعني هذه الحياة القصيرة حينما تصبرها على طاعة الله يكون لك هذا التكريم، تتنزل لك ملائكة الرحمة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة، معهم حنوط أي طيب من طيب الجنة، بل وخروج الروح في حد ذاتها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. خلال كده السقاء وهو بينزل شوية مية كده من في السقاء كيف تنزل بيسر وسهولة، هكذا تتوالى الراحات، تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يأخذها ملائكة الموت من يد ملك الموت، يجعلونها في ذلك الكفن، يضعون عليها هذا الحنوط، يصعدون بها إلى السماء، لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. تعرف أسماء إيه؟ حد يعرف يجاوب؟ أسماء إيه يعني؟ أسماء التعب اللي انت هتقولها، أسماء العبادة اللي هي فعلا التعب، لأنه تعب في الدنيا لما حافظ على صلاته، تعب في الدنيا لما صام الصيام الواجب عليه، تعب في الدنيا لما أخرج الزكاة اللي وجبت عليه وأدى الحقوق الواجبة، تعب في الدنيا لما فعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله عز وجل، فاكتسب هذا الوصف وهذا الاسم الشريف، فيقال فلان المزكي، فلان الصوام، فلان القوام، فلان العابد، فلان كذا بأحب أسمائه التي كان يسمى بها، كانت الملائكة تعرفه بذلك، بل وربما يعرف بين الناس بمثل هذه الأسماء. فانظر للتكريم والتشريف، يقال روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ولا يمرون بروحه على ملأ من الملائكة إلا ويشيعه من كل سماء مقربوها. شوف تشييع الجنازة في الدنيا، وبعض أسر الأموات بيبقى حريص إن الشخصيات المهمة تيجي في الجنازة. تخيل بقى الروح بتاعة المؤمن مين اللي بيمشي في الجنازة دي؟ يشيئ، لا مش الملائكة بس، يشيعه من كل ما من كل سماء مقربوها. تخيل كده السماء الأولى فيها ملائكة، في الملائكة دول مقربون، المقربون الخواص دول هم اللي يخرجوا في جنازة مين؟ العبد المؤمن، إلى السماء التي تليها، يوصل للسماء الثانية، مقربوا السماء الثانية يمشوا في جنازة العبد المؤمن، للسماء الثالثة، وهكذا يشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصعد به إلى السماء السابعة فينادي مناد أن صدق عبدي فأعيدوه إلى الأرض، فإني أو اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، فتعاد روحه في جسده. هنا يكون أهل الميت قد أوصلوه إلى القبر، فتنزل الروح في الجسد. وانظر للراحات التي تكون للعبد حينما تنزل روحه في جسده، يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تركز، لأن الراحات دي لو أنت حطيتها قدام عينيك هتخفف عليك كل مشقة وكل تعب حيعانيه الإنسان في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره، اسمع بقى، غير فزع ولا مشعوف، مش خايف، ثم يقال له: ما كنت تقول في الإسلام؟ ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار. قبل النار ولا قبل الجنة؟ قبل النار. ليه؟ ده مؤمن، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا للنار يعني، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها.
ويقال له أيضا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. شفت خطر الأعمال القلبية على اليقين كنت. كتير من الشباب وكتير من الإخوة واخد من الالتزام الظاهر بس، لكن تيجي تفتش في قلبه تلاقي خراب، لأن هو أصلا ما كلفش نفسه أن يدرس الأعمال القلبية اللي هي أشرف الأعمال والعبادات، بل هي في الحقيقة أساس الأعمال والعبادات الأعمال القلبية. والحديث رواه أحمد بسند صحيح كما ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الراحات، وذلك في قوله إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إيه مقعده؟ يعني المكان اللي هيستقر من فيه فين؟ في الجنة. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، كما عند البخاري ومسلم. ومن الراحات أيضا تلك التوسعة والإفساح الذي يكون له في القبر، قال صلى الله عليه وسلم ثم يفسح له في قبره. تخيل القبر اللي هو بيبقى كام في كام يا جماعة؟ القبر مساحته كام؟ نص متر. ها مساحة القبر تبقى كام تقريبا؟ 3 متر ونص. ها 3 متر. ها شوف الحجم الصغير ده يبقى قد ايه بقى للعبد الصالح. ها قال يفسح له في قبره 70 ذراعا. شوف الذراع 70 ذراع في 70. وفي رواية مد بصره. مد بصره دي لما تقف في صحراء عينك ايه تجيب فين؟ هو ده مد البصر. متخيلين بقى قبر بالصورة دي؟ تعرف ليه هو جوزي بكده؟ لانه في الدنيا عمل ايه؟ التليفونات اللي بتنين دي يا جماعة بالله عليكم. في الدنيا عمل ايه؟ ها في الدنيا ضيق على نفسه، ضيق على نفسه انه منعها من المعصية، ضيق على نفسه لما ألزمها بطاعة الله سبحانه وتعالى. لان الناس مفكرة ان هي هتأدي العبادات او هتقوم بما امر الله، يعني والدنيا حلوه وسهله ومفيش مشاكل وهصحى الفجر بسهوله وممكن اواظب على قيام الليل او اصوم اتنين. لا، الامر محتاج مجاهده، الامر فيه تعب، لازم تبقى فاهم كده عشان تعرف طبيعه الطريق. كذلك من الراحات هذا النور الذي يجعل للعبد في قبره، قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ثم ينور له فيه. انتوا لما بتروحوا تزوروا القبور واخدين بالكم من المعاني دي؟ ان في قبور منورة على اهلها جوه، وفي قبور مولعة على اهلها والعياذ بالله، في قبور رياض من رياض الجنة، وفي قبور حفر من حفر النار، وكل بحسب عمله. لا يظلم الله عز وجل احدا ولا يظلم الناس شيئا. اسمع بقى اللي جاية دي، الراحة اللي جاية دي. ثم يقال له لما يسأله الملائكة يقول هذا العبد الصالح بعد ما يسألوه بقى، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. بعد ما سألوه جاوب، سألوه جاوب، فمن الفرح اللي هو فيه عايز يروح إيه يبلغ بقى أهله إنه هو إيه نجح، إنه هو نجح. فيقال له نم كنومة العروس. نم كنومة العروس، ليه التشبيه بنومة العروس؟ يعني راحة نفسية. ها الراحة، وإيه ثاني؟ السعادة، وإيه كمان؟ كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة من الآخر. خدت بالك؟ لأنه مبقاش عايز يقوم. تمام؟ نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. بالله عليك، إيه الدنيا لما تصبر فيها على طاعة الله وتصبر فيها عن الحرام؟ مع إن الحرام دلوقتي في متناول الأيدي، تلاقي العيال بتبيع المخدرات على الإمام كده وعلى النواصي، وخدت بالك؟ يعني اللي عايز يخش النار سهل. خدت بالك؟ وديك شايف المناظر في الشوارع شكلها ايه. انت اما تصبر عن ده عشان العرس الحقيقي بتاعك هو لما تموت وتخش القبر. نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه، كيف تكون سعادته وكيف يكون فرحه؟ من الراحات ايضا، بس خد بالك هسأل سؤال وحد عليه جايزة بس للناس المركزة، ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. يبقى أرواح الشهداء اتحطت جوه إيه؟ طيور خضراء بتروح فين؟ ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. شفت الكرامة؟ يبقى أرواحهم في أجواف طير خضر، الطيور دي بتدور في الجنة أو بتطوف على أنهار الجنة تأكل ما شاءت،
بعد كده لما تيجي زي المبيت بقى بتاعها يبقى تأوي إلى إيه؟ قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. دي ليه؟ السؤال أهو. عشان هو كان بيخاف ربنا. ها؟ أيوة ليه؟ نقدم لربنا سبحانه على أغلى ما يملك. أيوة والله أنا شوف التعب، لأن تعب الشهيد غير تعبك أنت في المحراب وفي قيام الليل وفي الصيام وفي غيره. الناس دي أغلى حاجة وكل حاجة عندها قدمتها لله، عشان كده كانت الكرامة بتاعتهم فوق الكرامات الأخرى، وكان ليهم الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. مش كل الناس متساويين في المشقة، حتى لو تفتكروا مش كل الشهداء في إيه؟ في منزلة واحدة. فاكرين اللي هو أفضل الشهداء الذي يتلبط في الجنة في الغرف العلى من الجنة؟ لو تفتكروا الحديث اللي قلناه من مرتين ثلاثة، يبقى على قدر التعب والنصب في العبادة والصبر تكون الايه؟ ها؟ الراحة وتكون المكافأة. قال فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق. يعني هم شوف من حبهم لإخوانهم اللي هم في لسه فين في الحياة عايزين يوصلوا لهم الرسالة دي. ليه بقى؟ لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب أو عند الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا الآيات، والحديث في صحيح الجامع. من الراحات أيضا أن يملأ القبر على العبد الصالح خضرا إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم ويفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. منها أيضا، وركز بقى بالله عليك في دي، هذه المؤانسة والمجالسة التي تكون له في قبره. هو مين اللي بيقعد معاه بقى في القبر بتاعه؟ أعماله الصالحة. قال يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. أنا عملك الصالح دي تحط تحتها إيه؟ فكر بقى فيها، وفكر بقى اللي انت بتضعف عملك الصالح ده بنفسك احيانا. لما تلاقي مثلا بكره الاثنين وانت قادر تصوم ولا مريض ولا العمل بتاعك شاق، ولا هو مجرد الكسل وخلاص، خدت بالك؟ وتكسل، يبقى ده في صفك ولا بيضعف؟ خدت بالك؟ نفس المعنى، لما تكون بالليل كده ويخطر ببالك كده بتذكير الملك ونحو ذلك بقيام الليل، وتروح انت قالب للناحية الثانية وتروح مكمل نوم، انت كده مش في مصلحتك كده. انت في مصلحتك اللي انت تتعب نفسك شوية لله في الدنيا، عشان التعب ده هتلاقيه انسي ليك فين؟ في القبر، هتلاقي المجالسة دي. اسمع بقى حديث كتير مننا ما سمعهوش، ركز معايا بقى ورا. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه، أي العبد الصالح، إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. لما مين؟ المشيعين أصحابه، بعد ما حطوه في القبر ماشيين، هو في القبر سامع إيه؟ صوت النعال بتاعتهم هو بتدب على الأرض. فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. يبقى لو كان هو مؤمن عبد صالح، الصلاة تبقى فين؟ عند رأسه. والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه. يبقى كده العبد بقى إيه؟ محفوظ، محروس، محصن. تمام؟ طب من إيه؟ اسمع بقى اللي جاي. قال فيؤتى من قبل رأسه، يعني يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ليس من قبلي مدخل. يجي العذاب يخش من عند رأسه، إيه اللي موجود عند الرأس؟ تقول له ما فيش دخول من هنا. فيؤتى من إيه؟ يمينه. يؤتى عن يمينه، يؤتى عن يمينه، فإيه تقول مين؟ الزكاة ليس من قبلي مدخل. ويؤتى من قبل شماله فيقول الصوم ليس من قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب. فيقال له أخبرنا عما نسألك. مين اللي بيقولوا له؟ الملكين. فيقول، تخيلوا، يقول إيه؟ دعوني أصلي.
ليه؟ لان خلاص العصر خايف الشمس هتغرب ولسه ما ايه ما صلاش العصر. شوف المؤمن من حبه للصلاة وتعلقه بيها وهو في القبر يطلب من الملكين دعوني أصلي. هو في حد هيصلي في القبر؟ في حد بيصلي في القبر؟ سيدنا موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في قبره يصلي كما في صحيح مسلم. طب ده نبي، طب احنا كمش أنبياء لينا دي ولا مش لينا؟ ما تركزوا يا عباد الله، ما لسه قايل اهو دعوني ايه اصلي. فيقال انك ستفعل، لو مالوش انه يصلي كان قالوا له ايه؟ لا مش حملكش، ما فيش صلاه دلوقتي انت في القبر وفي الدار الاخره. لا هو عايز يصلي مش من باب التكليف، من باب ايه؟ الايمان، ها الحب ليها والتعلق بيها. عشان كده ثابت البناني كان يقول ايه؟ اللهم ان كنت قد اذنت لاحد ان يصلي في قبره فاذن لي. فرؤي بعد موته قائما يصلي في قبر رحمه الله ثابت. هذا كان أنس يقول عنه إن ثابتا دويبة أحبها، يعني سيدنا أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ثابت ده جدا، وكان ثابت من تلاميذ أنس رضي الله عنه وأرضاه. فيقال لهذا العبد الصالح إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، يعني جاوبنا الأول وبعدين يبقى صلي. فيقول عما تسألوني؟ فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقنا واتبعنا. فيقال له صدقت، على هذا حييت وعلى هذا مت وعليه تبعث إن شاء الله. ويفسح له في قبره مد بصره ويقال له افتح له بابا إلى النار. النار ولا الجنة؟ النار. فيقال هذا منزلك لو عصيت الله. شفتوا المعاصي بتوصل لفين؟ بتوصل للنار. ايه حتى لو الشاب عاش حياته زي بيقولوا بالطول والعرض، عمل كل اللي هو عايزه، شرب وزنا وخمره وكل اللي هو عايزه، وبعد ما مات دخل النار، هتعمل له ايه اللي هو عملها؟ خسرت، والله خسرت. وحتى الحاجات اللي بيعملوها دلوقتي كلها اضرار وكلها مصايب ومفاسد. شوف كده اللي بيشربوا المخدرات عملت فيهم ايه؟ في مخهم ايه؟ عملت في أعراضهم إيه؟ لدرجة أن يسلم بنته لتاجر المخدرات عشان يزني بيها عشان يديله الجرعة، والعياذ بالله. وأشد من كده، وأخته واحد تاني يسلم أخته والعياذ بالله. وشوف الصحة بتاعتهم حصل فيها وأجسامهم حصل فيها إيه؟ يعني هو يعني ياريت حتى بيشرب حاجة أو بيأكل حاجة بت إيه؟ بتفيده. لا كلها أضرار وكلها مصايب والعياذ بالله تعالى. وشوف الخمرة اللي بيشربوها عملت فيهم إيه؟ وشوف الزنا، الخواتيم بتاعت الزنا شكلها ايه؟ مين يرضى كده لنفسه؟ الشيطان استعبد كتير من الناس وكتير من الشباب والعياذ بالله تعالى، خسروا والله. الانسان لو عاش حياته بالصورة دي واول ما دخل القبر اتفتح له باب للنار ويرى مقعده الذي سيكون فيه يوم القيامة. شوف تخيل بقى مدة القبر والإقامة في القبر في الصباح والعشي، كل ما يجي صبح ويجي آخر نهار يتعرض عليه مكانه اللي هيخشه في النار، عذاب قد ايه ده والعياذ بالله. لا يبقى الأسهل اللي أنت تصبر شوية في حياتك، تصبر عن المعاصي، تصبر عن الحرام لله، وتصابر نفسك وتجهدها اللي أنت تأدي العبادة عشان تخش القبر تلاقي مقعد من الجنة. يقال له هذا منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا. ويقال افتح له بابا إلى الجنة فيفتح له، فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد غبطة وسرورا. والحديث حسنه الألباني في أحكام الجنائز. وفي رواية لأحمد إذا أدخل الإنسان في قبره إن كان مؤمنا أحف به عمله. أنا عايزك الأحاديث دي تعرف تذاكرها، تعرف تكتبها كده وتعلقها كده قدامك. ليه؟ لأنها محتاجة تفتكرها ياما، عشان لما تلاقي نفسك هتكسل عن عبادة عن عمل صالح تفتكر إن ده هيكون معك فين؟ في القبر. أحف به عمله الصلاة والصوم، فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده، ومن نحو الصيام فيرده، فيناديه اجلس. فيقال ما تقول في هذا الرجل؟ قال من؟ مين الرجل ده؟ قال محمد. فيقول أشهد أنه رسول الله. فيقول له ما يدريك؟ أدركته؟ أنت كنت موجود في؟ قال أشهد أنه رسول الله. يقال على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. هذه إخواني فقط باختصار، لو أنت عايز تفصيل أكتر من كده ارجع بقى للدرس بتاعنا القديم
اللي احنا كنا عاملينه بعنوان هل رأيت القبر اللي هي قبور الصالحين، وشوف احنا قلنا فيه قد ايه من الكرامات، ودي قصة معاصرة تبين بعض هذه الكرامات. انا اقول لكم قصة شاب، اسمعوا يا شباب الأمة، والله الذي لا إله إلا هو إن هذه القصة كما أحدثكم وإني على يقين، وحدثني بها عدول ومن سمعها ورآها وشاهدها. قبل أيام أو قبل أشهر تأتي الموافقة على إكمال طريق أبها الحجاز مرورا ببلحمر وتنومة والنماص وبلسبر، حتى وصلت الشركة المنفذة للمشروع إلى منطقة يقال لها شمران. وصلوا إلى هذه المنطقة وهذه القرية، فأوقف سير هذه الشركة مقبرة قديمة. إيه القصة؟ كان في السعودية في المملكة عايزين يمدوا شبكة طرق، وفعلا هو بيحكي طبعا أسماء أماكن هناك، فخدوا الموافقة على كده وبدأت الشركة المنفذة بدأت تمد شبكة الطرق، لحد هم بينفذوا يعني شبكة الطرق قابلتهم في الطريق مقبرة. ففي الحالة دي يعملوا ايه بقى؟ هل ينقلوا المقبرة مكان تاني، ولا يعملوا كوبري فوقيها، ولا يلفوا من هنا ولا من هنا؟ نشوف الحل هيبقى ايه. مقبرة قديمة اوقفت اتمام هذا الطريق، ذهبت تلك الشركة الى المحكمة في شمران، ثم قدموا عليهم استدعاء يستفتونهم في شأن هذه المقبرة التي وقفت في إتمام الطريق. أحبتي الكرام، صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتغيير أماكن هذه القبور، شكلوا لجنة. أحبتي الكرام، آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة. بالله يا أخوان، بالله تأملوا معي في هذه القصة، آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة، شكلوا لجنة من المحكمة ومن هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن البلدية ومن أعيان القبيلة لنبش هذه القبور وتغيير أماكنها. بدأوا في عملهم، أخذوا ينبشون القبور قبرا قبرا تلو قبر، ما يجدون في هذه القبور إلا روائح منتنة ورفات العظام. آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة، وقفوا على ذاك القبر، بدأوا ينبشون التراب من على ذاك القبر. أحبتي الكرام، عيشوا معي هذا الواقع، والله كما أحدثكم ينبشون القبر على صاحبه، حتى وقفوا على اللحود والصنايا، أبعدوا تلك اللحود وإذا بالجميع يكبر، وجدوا صاحب القبر في كفنه كما هو، ما تغير الكفن، أبيض ورائحته طيبة زكية، فضلا عن من هو داخل ذاك الكفن. أخرجوه من قبره والجميع يكبر، الله يا الله، من هو سعيد الحظ الذي داخل هذا الكفن؟ أخرجوه من القبر، ثم انفتحوا الغطاء عن وجهه، وإذا بأعيان القرية والقبيلة يعرفونه، هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان مات قبل 30 سنة، هذا فلان ابن فلان مات قبل 30 سنة. والله يا أحبتي ما تغير وجهه، هو هو جسمه، هو هو ما تغير، كفنه هو هو ما تغير. أخذوه وحملوه. كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كيف تصلك أو تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت، فقال لهم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا. إذن هذه خاصة بالأنبياء، ولكن قد ذكر العلماء أنها ربما تكون كرامة أيضا لغيرهم، كبعض الشهداء ربما لا تأكل الأرض أجسادهم، كما جاء سيل فنبش بعض قبور الصحابة في سفح جبل أحد حتى ظهرت بعض أجساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها كما هي، وهذا قريب يعني من فترة قريبة، وجدوا أجساد بعض الصحابة الذين قتلوا في غزوة أحد لا تزال كما هي من حوالي 1400 سنة. وهذه كرامة للشهداء ليست تحصل لكل الشهداء، وأيضا هذه الكرامة قد تحصل لبعض الصالحين مثل هذا الشاب، ليس بنبي ولا شهيد، ومع هذا
لم تأكل الأرض جسده، الجسم بتاعه زي ما هو من ساعة ما اتدفن، حتى الطيب اللي حطوه عليه أو الطيب الذي انبعث منه والله أعلم لا زال كما هو. شوفوا اللي حصل بعد كده معايا. ثم ذهبوا به إلى أبيه، أبوه لا زال على قيد الحياة، طرقوا الباب على أبوه، ثم أدخلوا الولد على الأب، فتح الغطاء عن وجهه، ثم جعله في حضنه وفتح الغطاء عن وجهه، وأخذ ينظر إلى ابنه ويقبله ويقول: يا الله ما أعظمك، يا الله ما أكرمك، بعد 30 سنة تعيد إلي ابنه وما تغير منه شيء، تعيده إلي وما تغير منه شيء. حملوه وغيروا قبره، ثم عاد الصالحون إلى الأب يسألونه ويقولوا للأب: أسألك بالله، على إيش مات ابنك؟ ليش هذه النهاية؟ 30 سنة ما تغير في قبره، 30 سنة رائحته طيبة زكية كأن دفن اليوم أو قبل أيام، على أي شيء مات ابنك؟ اسمعوا يا شباب. هنا بقى موطن الشاهد، الكرامة دي حصلت للشاب ده ليه؟ إيه العمل بتاعه؟ يعني أهم حاجة في القصة دي ركزوا فيها كده وشوفوا العمل بتاعه إيه. اسمعوا يا من ضيعت الصلاة، قال ذاك الأب: والله والله إني منذ أن عرفت ولدي ما تأخر ولا فات تكبيرة الإحرام ولا فاته الصف الأول، والله إني من عرفت ولدي ما عمري جيت وصحيت لصلاة الفجر، أجي أصحي لصلاة الفجر وهو صاحي وتوضأ وذهب إلى صلاة الفجر، والله ما تعبني في قضية الصلاة، محافظ على صلاته، علشان كذا في قبره 30 سنة ما تغير. والله ما نسعد إلا بالدين، إلا بالطاعة، إلا بالعبادة، لن تسعدنا شاشات وقنوات، ولن تسعدنا مباريات وكأس العالم ومتابعته، والله لن نسعد يوم نعلق قلوبنا بغير الله، لا لا يا الغالي، لن نسعد إلا بالطاعة، إلا بالعبادة، إلا بالقرب، إلا بالقرب من الله. أسأل الله أن يجعل القلوب معلقة بقلوب. وهذه قصة أخرى حدثت في سوريا لبعض المجاهدين، وقد أرادوا تغيير أماكن دفنهم ففتحوا قبورهم فوجدوا هذه المفاجأة. لله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هو القبر تفوح منه رائحة المسك، هؤلاء شهدائنا. الله اكبر، مسك الله اكبر، الله اكبر. يا شباب اثنين اللي ينزلوا يشيلوا، كانهم تو استشهدوا في هذه اللحظه، ما زالوا طريين في قبورهم. لا حول ولا قوه الا بالله. ايديكم معاهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، والعزه لله، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله، الله أكبر. تفوح منهم رائحة المسك، تفوح منهم رائحة المسك. هؤلاء شهداءنا، هذا كي لا ننسى. شم ريحة يا شباب، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر. هذه رائحة المسك تفوح منهم. الله أكبر، الله يرحمك، الله يرحمك. دفنوا في ملابسهم، هؤلاء شهدانا، هؤلاء هم شهدانا. الله أكبر والعزة الإسلام. شامين ريحة المسك يا جماعة؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله والمسلمين. لذلك أقول أخي في ختام هذا اللقاء، على قدر النصب والتعب هنا في طاعة الله عز وجل، بأن تعمل ما أمرك الله عز وجل به وتترك ما نهاك الله عز وجل عنه، تكون الراحة هناك. فبقدر الترخص الذي يفعله بعض الناس واقتراف المحرمات والعياذ بالله وترك ما وجب عليه، تكون التعاسة في الدنيا ويكون الشقاء والتعب في الآخرة. ثم أخيرا إخواني، مرحبا بك في دار السعادة، وهذا هو عنوان اللقاء القادم، لأبين لكم أيضا
أن السعادة الكبرى والراحة العظمى إنما تكون إذا دخل العبد الجنة. حتى الجنة لا نصب فيها، لا تعب فيها، حتى في تناول الشهوات والملذات، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف هي أحوالهم في الجنة، كمال وتمام الراحة، كما سنرى ذلك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وهو خاتمة هذه الجرعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.